حقيقة هي ليست الحادثة الأولى من هذا النوع التي يتسبب فيها جزائري أو يهاجر جزائري عن طريق غير مباشرة عن طريق طائرة الخطوط الجوية، وكما قلت أنت في سنة 2022 كانت هناك حادثة في قسنطينة، يعني فهذه حادثة ثانية من خلال سنة، وبالتالي هي حادثة غير يعني مش الأولى، وكان هو كالأجدر بهم أنهم يفتحوا تحقيق ويعرفوا لماذا يريد هؤلاء الهرب من الجزائر، وليس كيف، لأنه يعني كيف بسيط، ولكن لماذا وصل بهؤلاء الشباب أن يهاجروا عن طريق يعني هذه الطرق التي تعتبر خطيرة، لأنه الطائرة في الجو تصل درجة الحرارة إلى نقص 50، يعني فبالتالي يعرض حياته إلى الموت مباشرة، وبالتالي كان على رئاسة الجمهورية أن تأمر بفتح تحقيق لماذا يعني يهرب هؤلاء الشباب، ونحن نعلم جميعا لماذا، لانه لو نعود الى فتره الحراك في 2019 الهجره الغير الشرعيه كانت تقريبا صفر، يعني الشباب ما كانوش يخرجوا في فتره الحراك لما انطلق الحراك المبارك، وبالتالي كان هناك امل في الجزائر انها راح تكون جزائر جديده، وجزائر يعني يستطيع هؤلاء ان يعيشوا كرامه وان يعيشوا كمواطنين يعني في بلد امن، بلد يعطيهم حقوق، يعطيهم العداله، يعطيهم كل يعني يوفر لهم يعني العيش الكريم، وبالتالي اليوم احنا الجزائري الشاب الجزائري فقد الامل في السلطه، فقد الامل في الوطن بتاعه، صار يعني يخاطر بحياته ويهاجر باي طريقه، وبالتالي وبيانهم جاء للتغطيه، احنا نعرف في الجزائر التحقيقات هذه كلها لما تفتح تحقيق ولا مره شفنا يعني نهايته او نتائج تحقيق، وبالتالي هي فقط يعني لذر الرماد على العيون وللتغطية على الحدث، ومن ثم ينسى الحدث كما كان في السابق، وبالتالي لم نرى نتائج التحقيق ولم نرى من سيعاقب ومن هو الذي كان يعني له يد في هذه الملف، وبالتالي هي فقط يعني من أجل إرضاء يعني حكام فرنسا، لأنه الأمر لولا لم يكن يعني فضحته وسائل الإعلام الفرنسية لما تحدث عنه الحكام في الجزائر، وبالتالي كان عليهم من يفتحوا هذا التحقيق بأمر من رئيس الجمهورية للتغطية على يعني الثغرة الأمنية، والتي أعتبرها حقيقة يعني صارت الجزائر اليوم يعني يعني وكالة بدون بواب، يعني ثغرة من مطار الذي يعتبر يعني هو سيادة من سيادة يعني الدولة، صار المواطن الجزائري يهاجر من خلاله بطريقة غير شرعية وأمر عادي، وصارت الحوادث من هذه تتكرر يعني مرة على مرة، وصرنا يعني نسمع بأحداث هذه كأنها صارت أمر عادي، وهذا يعني يتعلق كله بالفشل السياسي، لأنه لو كنا يعني غير فاشلين سياسيا وحققنا لهؤلاء الشباب الحياة الكريمة من عمل وسكن وطمأنينة وعدالة لما هاجر هؤلاء وعرضوا حياتهم للخطر.